السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمر سليم وأنت بتتفرج على قناة بيم أريبيا. جاي نشوف إزاي نقيم شركة. دي الرابط بتاع ملف الإكسل دوت لو عايز تحمله، وده الإرشادات إزاي تعمل بيم ماتيوريتي. لو جينا هنا في الكونفيجريشن هقول له أنا عايز كرييت ماتيوريتي ميجر، هيبدأ يجيبها لك بالشكل دوت. طيب عايز أدخل معلومات عشان يقول لي أنت واصل لكام في المية. فكرة الموضوع ايه؟ فكرة الموضوع ان ممكن يكون في بعض نقاط قوة في الشركة وبعض نقاط ضعف. انا عايز اعرف ايه نقاط القوة عشان اقويها اكتر، ونقاط الضعف عشان اخليها قوة. على سبيل المثال ممكن يكون كل الفريق عارف سوفت وير بس مش عارف طريقة الشغل، فانا انتبه لنقطة الحتة اللي فيها مشاكل وابدا اعدل فيها. تمام، فاحنا بنبدا نقيم المشروع معماري انشائي كهروميكانيكال بابليك هيلث، كل المعلومات نبدأ نقيمها، الموديل معمول ازاي وكل الحاجات دي. بعمل كده ازاي؟ بدخل في البروجكت وابدأ اشوف كل عنصر من العناصر دوت. يعني مثلا بيم كشن بلان، احنا المقدار بتاعنا مثلا المفروض التارجت ليفل بتاعنا مثلا قد ايه، احنا وصلنا لقد ايه وهكذا. تمام، فبنبدأ نقيم نفسنا وندي نفسنا النقط. تمام، ده التارجت ليفل اللي احنا عايزين نوصل له. هنا بقى بتبدأ تقول مثلا كارنت ليفل مثلا قد ايه وهكذا، تبدأ تقيم المشروع بتاعك في كده. الاستراكشر بتاعك تبدأ تشوف ايه النقط، الدرونج مثلا انت كويس فيها بمقدار قد ايه، مثلا ليفل اوف انفورميشن قد ايه المقدار اللي انت تقدر تدخله. وليكن مثلا عندي مشكلة في الموضوع دوت، مهم جدا ان انا اعترف بالمشاكل اللي عندي وابدأ اقيم نفسي صح. لو انا قلت لا ده انا عايزين نوصل بصورة كويسة للشركة وندي نفسنا الدرجات النهائية، مش مظبوط. تمام، طيب مثلا على سبيل المثال ده هنا التارجت ليفل بتاعي، التارجت ليفل بتاعي مفروض ان هو 5. تمام، ممكن في المرحلة ديت انا مش عايز اوصل لخمسة، ده انا عايز اوصل لاربعة مثلا، فاقول له اربعة. طب الكرنت ليفل بتاعي كام؟ انا الكرنت ليفل بتاعي 2. تمام، طيب المفروض اعمل ايه عشان اوصل لكده؟ ابدا اقيم نفسي بالاسلوب دوت، استراكشر ميكانيكال الكتريكال بابليك هيلث اركتكتشر. نبدا نقيم نفسنا ونشوف بقى النتيجة النهائية بتاعتنا احنا وصلنا لقد ايه. تمام، يعني مثلا هنا هتقول له بقى انه مقدار قد ايه، مقدار قد ايه، تبدا تجمع النقط وتبدا تدرس. مثلا بيم شامبيون، انت عندك ناس قويه في البيم، ناس محترفه، ناس يعني اي مشكله تيجي هو اللي يقدر يعملها. لو عندك مثلا واحد كويس هتقول مثلا هو اربعه مثلا، فده كويس، ده يديك امل ان انت تقدر تعمل موضوع البيم بشكل كويس. اللي عندك ناس شغاله بالاوبن ستاندرد ولا لا، دي برضو احنا مفروض كله 5، بس ايه خلينا نكون واقعيين، مش هتقدر توصل للمستوى الفل ده في وقت قصير، لازم تقرا الحاجات ديت وتحاول تقيم نفسك. في العادي مثلا احنا لسه بنبتدي، لو احنا زيرو بنحاول نوصل لواحد، لو احنا واحد بنحاول نوصل لاثنين، لو احنا اثنين بنحاول نوصل لثلاثة، وعاملين حسابنا ان التقييم اللي جاي هنقيم نفسنا ونشوف احنا نقدر نوصل لكام وهكذا. تمام، بالتكرار مشروع اتنين تلاتة بتقدر تعمل التقييم ده بشكل كويس. زي ما انت شايف هو بيبدأ يظبط التقييم بتاعك حسب التقييم اللي انت بتبدأ تقيمه. يعني لو قلت له مثلا هنا اتنين فبيبدأ يقول لك انت كده واخد 1%، طب هنا 5 انت كده واخد درجة كويسة، فبيبدأ يجيب لك التقييم بتاعك بالشكل دوت. لحد ما انت تعمل التقييم كله مظبوط.